من حالة الطقس إلى حالة المرور، النهاردة كيوم من أيام العطلة الأسبوعية. بنتوقع دايما إن الخريطة زي ما احنا بنتابعها مع حضراتكم في تطبيق جوجل مابس إن هي تكون يعني اللون الأخضر هو اللي سائد فيها، وده طبعا كناية عن الـ يعني التيسير المرور اللي احنا شايفينه قدامنا. طبعا الجمعة الصبح بتبقى الدنيا رايقة، ايوه سهل جدا وفرصة حلوة إن الواحد يخلص مشاويره قبل العيد بقى وكده وينجزها الصبح بدري. ده حقيقي، ده دايما بالذات كده كمان ان برضو في ناس بتتفرج علينا في 8 قاعدة الصبح بتتفرج في تمام. وبيشربوا شاي وقهوة، والناس وفي اللي ناس بيحب صايمة. القهوة، وفي أيوة ناس اللي صايمة الصح برضو قاعدة بتتفرج. ربنا يتقبل من الجميع إن شاء يا رب الله. العالمين. اصل يوم جميل العطلة قوي عايزة لما الحج، نشوفها على فكرة، الخريطة كده كلها باللون الأخضر بيبقى حلو جدا إن احنا وكمان بيبقى لون مفرح صراحة. مفرح عشان احنا عارفين الطرق فاضية. على فكرة النهاردة كمان امبارح وانا جاي في الطريق كانت الدنيا زحمة في بعض الأماكن كده اللي هي دخلة المحور والمصب بتاع المحور عند ميدان لبنان. النهاردة الطريق اتوسع شوية وبقى فيه سهولة مرورية، بالنسبة واضح كده انه خلاص الطريق بيتفنش، فهنلاقي الدنيا بقت واسعة خلاص. بعد مثلا شهرين احنا كنا بنعاني ان احنا بنمشي في رو واحد او في حارة مرورية واحدة، دلوقتي الطريق هيبقى واسع جدا ما شاء الله، يعني زي الطرق الباقية اللي اتعملت سواء النازلة بتاعة سفنكس واحمد عرابي، وقدام بقى الطرق الكتيرة اللي اتعملت في هذا الطريق. فعلا ما كناش متوقعين انه ممكن في الطريق الضيق ده يطلع منه تفريعات المرورية دي زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. توصلوا بألف سلامة ان شاء الله، ودايما طريقكم كله ميسر رحومة. حبيبتي، حبيبة قلبي، طريقك كان ايه النهاردة وانت جاي؟ لا النهارده كان الطريق كان حلو صراحة انت وكان بتاخدي سهل. طريق الدائري؟ يعني كنت على المحور انا النهارده. دايما بفضل الطريق السياحي من الطرق طبعا السريعه اللي فعلا بتنجز معاك في الوقت وبتختصر الطرق، لكن انا دايما بيبقى ليا امنيه واحده ان هم يعلوا السرعه شويه اللي موجوده على الطريق السريع، الطريق الدائري، مش الطريق الدائري العادي، ايوه الطريق السياحي، لان هناك السرعه 60، فاعتقد دي سرعه منخفضه قوي بالنسبه لطريق حتى حواليه ما فيش مثلا عمار او عمارات، فيش ناس مترجله كتير، ده اللي انا اعنيه. فانا اتمنى انه يتم وضع هذا الامر طبعا في مخطط طبعا الاداره العامه للمرور، ونظره اخرى لرفع السرعات بعض الشيء في الطريق اللي هو الخاص بالطريق السياحي الجديد.